تفادى يعني. طيب وصلنا 28، من حرق اقصاب الشرطه في اسكندريه؟ الاخوان المسلمين. شفتوا حد معين واقف قدام القسم او من كوادرهم قدام يعني اي قسم؟ يعني رصدت ناس كتير جدا، انما مش معنى ان انا اقول الاخوان المسلمين يعني لازم اقول لك صبحي صالح ولا حسين ابراهيم ولا القيادي الاخواني كان ماسك البندقيه ودخل ضرب ولا ولع في قسم. لا بس انتوا اكيد في وجوه من الصف الثاني والثالث كانت معروفه. انما حرض، مول، دفع، ايوه حمس، يعني هم اللي ورا الاحداث دي كلها. انما اسكندريه كان. طب واهالي المحبوسين ممكن جوه الاقصائيه جوه؟ ممكن بس المهم مين اللي يدي الفكره ومين اللي يجيب مجموعه تنفذ فيخش وراها ناس ثانيه. هو انا اما اقول لك الاخوان هجموا على الاسم ده، هل معنى ال 500 اللي دخلوا دول كلهم اخوان؟ لا، بس صاحب الفكره واللي خطط لها واللي دفع ناس انها تخش هم الاخوان بالظبط. بقى نساعدهم ناس مسجلين او قرايب. ما انا لو ليا واحد قريبي جوه السجن، ما انا وضع طبيعي هخش مع الهوجه دي احاول اخرجه. انا لو راجل مسجل وشايف الناس داخله بتاخد سلاح الاسم هخش اخد لي حته سلاح. يعني برضو عشان اعاده التذكير، يعني سلميه اختفت يوم 28. سلميه دي انتهت من صلاه الجمعه يوم 28 ما سمعتهاش نهائي. وشباب الثوره على فكره ابتدى يبقى مغلوب على امره من 28، حتى اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير كانوا بيشوفوا حاجات ما يقدروش يعترضوا عليها. وعلى سبيل المثال امبارح انا كنت في احد الحلقات وصدفت معايا شاب رائع من شباب الثوره. انا قعدت مستمع لي فبيقول ان احنا من يوم 28 ما بقيناش لنا دور في الميدان اللي كان مسيطر على الاخوان المسلمين وتحديدا البلتاجي. وكان البلتاجي بيقوم بعمليات تعذيب غير عاديه جوه الميدان لاي واحد شرطه او حزب وطني يظبطوه جوه الميدان، حتى راجل عايز يعدي راح يزور عيلته. يعني واحد تصادف وروح في ميدان التحرير كان بيمسكه يعذبه تعذيب غير طبيعي واحنا ما نقدرش نتكلم. فقلت له يعني الواجب الوطني دلوقتي يخليك تروح تبلغ ايش هتبقى. كلنا بنشهد يعني. لا. حتى الميدان اتسرق منهم من يوم 28. انا ست اللي هو شايفه ان احنا لسه بقول لحضرتك قبل ما نبتدي يعني الحلقه عندنا